الخبر التاني معانا عن دراسة بمناسبة بقى ان بكرة الفالنتاينز داي يا جماعة. الدراسة بتقول كيف تفاجئين زوجك في عيد الحب. معلش يا جماعة، هي الدراسة دي احنا بنتكلم عن الست المفروض تعمل ايه للراجل؟ لا هو عيب ولا هو حرام؟ ودينا زي ما بيقولوا بنسن كده ايه ال 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 الطريقة الجديدة، ايه لعل وعسى السنة اللي جاية ان شاء الله هو هيفتكر، ولو ما افتكرش يا ستي خلاص معلش بدري انتي. ودي اول حاجة في الدراسة بتقولها، بدري انتي، ما تستنيش ان هو اللي يبعت لك ويقول لك كل سنه وانت طيبه. قومي انت كده ايه، ابعتي له رساله هنيه فيها، ما تتصليش عشان ما يقولكيش انت قطع الوقت ومزعجاني عشان حاجه زي كده. ابعتي الرساله وخلي الاتصال يجي منه يا ستي، لعل وعسى يكون مشغول، سيبيه هو يختار الوقت المناسب عشان يكلمك فيه. فاجئيه بس انت بالرساله الحلوه اللي هو مش مستنيها دي، ما تقولوش من قبلها على فكره بكره الفالنتاين، على فكره خلي بالك، سيبيه خديه كده فجأة. نمره 2، اختاري هديه مختلفه خالص، فكري في حاجه مبتكره. طبعا مع الهديه اكتبي جمله لطيفه تعبر عن ذكرى جميله للقائكم الاول، او ذكرى جميله بتجمعكم انتوا الاثنين مع بعض، حاجه كده يعني. اعملي انت العشاء في البيت، كتير من الازواج بيخرجوا في اليوم ده علشان يستمتعوا ويقضوا وقت في الخارج. مش عيب على فكره ان الست تطبخ لجوزها، تعمل له اكله هو بيحبها بايديها، وهي اللي توضب له القعده وتظبط له كل حاجه وتحط كده مكانين على السفره، حاجه مختلفه على فكره. مش حاجه يعني، مش لازم تخرجوا. هتقولي لي ما انا طول النهار بطبخ له هو والعيال، بتطبخي اكتر للعيال، خلينا صراحه ده اكتر للعيال، لكن دي حاجه مخصوص بقى عشانه هو، وده عشاء هتتعشوه انتوا الاثنين لوحدكم بعد ما العيال يكونوا خلاص روحوا وخلصتوا الهرس بتاع ايه المذاكره والنوم والحمام وكل الكلام ده. ساعتها صدقيني هو هيقدر مجهودك جدا وتعبك علشان خاطره، وتقولي له ده انا اللي طبخه لك بايديا. استقبليه بقى بشمع، قومي كده اشتري شويه شمع كده لطيف ظريف وحطيه بشكل حلو على السفره برضو او في البيت. اعملي له قلب، اعملي له حرف اسمه، اعملي له كلمه احبك. الظروف الاقتصاديه يا جماعه وحشه على الكل خلاص، فما فيش داعي لا انت تستني هديه ولا هو يستنى هديه، يعني كل واحد كده ايه حاجه رمزيه، مش لازم يعني تبقى هديه رهيبه. وما تزعليش لو ما جاتلكيش الهديه دي، لان فعلا في اولويات تانية في الدنيا. بس ادينا اهو عشان ما تقولوش علينا ان احنا يعني ايه طول الوقت بس بنحابي للستات، بنقول شويه نصايح للستات علشان يبسطوا ازواجهم. اهو ادينا خلينا مسؤوليتنا من الموضوع ده.